اسعد الله صباحكم حبيبتي، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم حريره مع كسر فطير او كسر ترخسيس بالقمح. تفضلوا معايا في المقادير. عندنا قطعه دجاج، من الاحسن تكون مصدر، زوج حبات بطاطا مقطعه مكعبات، ملح، جزر زوج ولا ثلاثه، لفت زوج حبات مقطعه، زوج حبات بصل كبيره، البصل صحي وضروري، جريوات زوج حبات مقطعة، كاس عدس الأحمر صحي مليح للناس المرضى عندهم فقر الدم، مليح للرجيم. توابل عندنا كروية، كركم، قرفة، فلفل أسود، الثوم، سكنجبير، أي زنجبيل. نروحوا مع طريقة التحضير. بعد ما قلينا الدجاج تاعنا، هنا ولينا لكم نضيفوا له البصل، خلوه يتقلى، نضيفوا له الجزر واللف، نضيفوا البيض ساهل ماهل، بطاطا، نضيفوا الملح، ونضيفوا التوابل الكل هاد المرة هكذا، ما تخافوش منها، صحية سهلة، تقدروا ديريها للمرة، ريجيم للأطفال تاعنا باش ياكلوا خضروات هكذا. نخليوها تتقلى، بعد ما تقلات شوية نزيدوا لها كاس تاع الماء، ونخليوها تتقلى مليح لمدة 20 دقيقة على نار هادئة جدا. شوفوا معايا كيف راهي، نار قليلة 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 بالبزاف. بعد ما فاتت 20 دقيقة نفتحوا عليها، شوفوا كيف الخضرة بدات تذبل، راكم تشوفوا فيها طلقة الماء تاعها. نمرقوا بالماء سخون، نديرو واحد ليتر هكذاك، نضيفو كاس العدس قاعد نغسلناه، ونحركو، وهي حريرة بيضاء صحية جدا، ونغلق عليها، ونخلي عليها حتى نطيب. الكسرة عندنا هنايا دقيق القمح 3 كيسان، راني وضعت هنايا 2 كيسان، نزيد نوضع لهم الثالث، مع كاس دقيق رطب، نزيدو له كاس فرينة، سينوج، ملعقة ملح، ملعقة كبيرة خميرة، وهنا عندنا لازم نديرو الزيت، نخلطوهم بالعقل، نسكرو، نخلطو بالعقل كلش، لازم نديرو زيت الزيتون، كاس زيتون زيتون، لي ما يحملش ريحة الزيتون، زيت الزيتون، يخلط ولا يدير زيت المائدة وحده. هكذا عندنا كاس ماشي معمر كما راكم تشوفوا، خليه يتخلط شوية، ونزيدو 2 كيسان ماء، نزيدو 2 كيسان ماء، هذه تقدري تعجنيها بيدك، ماشي ضرورية بيتها. هكذا كاس الأول، نضيفو الكاس الثاني، إذا كانت محتاجة خلطوها شوي، إذا كانت محتاجة نزيدو لها شوي ماء. شوفوا معايا هنا 2 كيسان ماء جاوني قد قد، ما تجي محلحلة، ما تجي يابسة، راهي طرية.
هاكم تشوفوا فيها. نخليها تتعجن شويه ونوريها هنا. بعد ما تعجنت هنا، بعد ما تعجنت قسمتها الى ثلاثه كريات متساويه. دوك نعجنهم، نعجنهم هكذا قدامكم بشوي. ليمون برك، كما راكم تشوفوا نكمل هذه ومن بعد نولي لكم. هاني كملت عجنتهم وكلي في ثلاث كريات. دوك نخليهم نديرهم في طرشونه ونخليهم يرتاحوا حتى 5 دقائق ونعجنهم نخبزوهم ونطيبوهم ان شاء الله. هاني خبزتهم هنا، ما تكون رقيقه ما تكون خشينه، خاطر عندها الخميره تزيد تطلع شويه. هاهم ست خبزات، نغطيهم يرتاحوا شويه. هاكم تشوفوا الفلفله اللي حطيتها مقله الكريب، راني نثقب فيها بالفرشيطه او بالكورد ولا كيما تحبوا. هاي هنا الحريره راهي طيب. نحركها. هاي كسره فطير تاعنا اللي حطيتها في مقله الكريب، هاي طيب. نقلبها هاك تشوف كيف خرجت حمراء باهية تهبل. سمسم طيب خاطر عندها شوي سكر. نطيبها غير بالعقل ونرجع لكم. عندي بزاف وصفات خاصة بالكسرة، بالمطلوع، بالمعجنات. ان شاء الله تشوفوها كامل معايا في القناة. اشتركوا برك معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. مرحبا بكم في قناتي. الوصفات تاوعي كامل مجربين ومضمونين. بعد ما طابت انا نحينا الدجاج فتتنا هنا، نرجعوه دوك نميكسيها ميكسر. بعد ما رحيتها شوفوا القوام تاعها جاني ثقيل هاكم تشوفوا. راح نضيف لها شويه ماء باش تخفف. شوفوا معايا قيمة الكاس هكذاك. بطبيعة الحال ما يكون مغلي هاكم تشوفوا. نزيد لها شوية واحد النص كاس. هاكم تشوفوا في القوام تاعها يا حبيباتي. هاو فيديو يعجبكم بنينه، نتمنى يعجبكم. ابونيو معنا في لاشين يوتيوب وهذا باه تكبر عائلتنا ونتشاركوا كاع الوصفات. باي باي.